فإذا عملنا تعطيل أول يوم وثاني يوم طلع صار الدولار 100,000، طيب مين بيحمل؟ مين يتحمل المسؤولية؟ مين بيتحمل هالمسؤولية؟ ما بعتقد إنه هيدي عنا ترف التعطيل إلى ما لا نهاية. بوقت من الأوقات بدنا نقول بدنا نوقف التعطيل ونفوت، بنكون خسرنا مرتين، بنكون خسرنا اولا لانه عطلنا، ممكن خسرنا لانه خسرنا مرشحنا للرئاسه. طيب اليوم لنبلش نفوت بشوي الاسماء المطروحه لرئاسه الجمهوريه. اليوم في المرشح الاوفر حظا اللي هو رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه، واضح انه التغييريين عم يعملوا مثل تكتل ضد وصول الوزير السابق سليمان فرنجيه، على الرغم من انه الوزير فرنجية لا يعتبر مستفز لباقي الأطراف اللبنانية، على الرغم من أنه استراتيجيا بيختلفوا إن كان مع الدروز مثلا عندهم قبول لسليمان فرنجية، السنة كمان قريبين سليمان فرنجية، وشيعيا كمان واضح أنه كمان عنده قبول. اليوم هل يعني أنت مع دخولك كمستقل كنائب مستقل مع هذا التكتل بوجه وصول سليمان فرنجية إلى الرئاسة؟ أنا بالواقع أول شيء ما في قرار بعد بتأييد أو عدم تأييد أي شخص بالرئاسة، ولكن اللي هلأ صرنا شايفينه واضح تقريبا، أولا أنه يبدو أنه بالمرحلة القريبة القادمة الحكومة تتقدم على الرئاسة. نعم. هيدا واضح. رح نفصلها أكيد، لأن في يبدو أنه أجواء إيجابية. نعم. هلأ كمان واضح أنه بالجو اللي نحن عايشين فيه ما يسمى بالمرشحين الطبيعيين. نعم. صارت حظوظهم أقل من قبل. وما أعني بالمرشحين الطبيعيين، يعني إذا ما نحكي جبران باسيل، دكتور سمير جعجع، سليمان فرنجية، هدول الطبيعيين. نعم. إذا بلشنا بحدا مثل الوزير جبران باسيل، اليوم منشوف أنه الوضع منه على سواء، نعرف أنه كمان الوضع حتى داخل التيار الوطني الحر منه مستقر، منشوف أنه كل التصعيد أو البيانات التصعيدية اللي عم تطلع منه عم تطلع من التكتل. فإذا في شوي عم تطلع من التيار الوطني الحر، عم تطلع من المجلس السياسي للتيار الوطني الحر. فإذا حظوظ الوزير جبران باسيل هي أقل. الدكتور سمير جعجع قال بأحد تصاريحه أنه إذا حظوظ العماد جوزيف عون كانت مرتفعة فهو ممكن أنه يعيده أو ممكن أنه ينسحب من السباق ويدعم وصوله. بنوصل للوزير سليمان فرنجية اللي بكل احترام، الوزير سليمان فرنجية يبدو وكأنه حزب الله لم يستطع أن يقنع جبران باسيل بالتصويت ل الأساس سليمان فرنجية. فإذا كمان زيادة أنه السيد وليد جملاط بيقول بأحد إحدى مداخلاته أنه إذا كان سليمان فرنجية ومرشح الثنائي الشيعي فلن يدعم. بس بعد ما رشح الثنائي الشيعي يعني هو طلب برنامج انتخابي منه، بس أنه مثل كأنه فتح الباب لوصوله. ممكن بس بعد ما عندنا جواب هون كمان بهالإطار. هلأ بيضل في عنا اللقاء السني اللي مفترض أنه ب 24 شهر يجتمعوا مع سماحة مفتي الجمهورية، يلي اللي ممكن يطلعوا بيان معين يلي ننتظر نحن لحتى نشوف شو تكون نتائجه لحتى نعرف. بارح بخطاب السيد حسن بيقول انه الرئيس لازم يكون عنده كتلة ولازم يكون عنده تأييد شعبي والى اخره، ولكن انا برأيي هيدا لا يلغي حظوظ الجنرال جوزيف عون، لأنه صحيح أنه الجنرال ما عنده كتلة، ولكن إذا أيدوا كل النواب بطبخة معينة بيصير عنده كتلة وكل النواب كتلته. في وأيضا قائد الجيش ممكن أنه يصير هو مرشح الضرورة إذا صار الوضع الأمني، إذا اهتز الوضع الأمني في البلاد. طيب يعني بتعتبر حضرتك هلأ أنه صار قائد الجيش عنده حظوظ أكثر من الوزير السابق سليمان فرنجية؟ لأن بدي ناقشك بهذه النقطة تحديدا. لليوم
الواضح انه قائد الجيش عنده حظوظ اعلى، ولكن ما بيقدر واحد يعرف يعني من يوم ليوم الاشياء بتتغير، ولكن هلا بالوضع القائم بنلاقي هذا الشيء. طب برايك هل ممكن قائد الجيش ان يفرض على حزب الله؟ واضح انه حزب الله ما كثير عنده قبول بوصول العماد جوزيف عون، بالاضافه الى هذا الموضوع ايضا التغييريين صدر موقف عنهم انه هن مش مع عوده وصول العسكريين الى سده الرئاسه، وبالتالي من وين بدكم تجمعوا 65 نائب؟ انا مني بطور الدفاع، نعم تحليل، انا بس عم بعمل تحليل مشهد، انا عم بعمل تحليل للمشهد اليوم ب 18 ايلول منلاقي أن حظوظ الجنرال جوزيف عون هي أعلى من حظوظ الباقين من المرشحين الطبيعيين اللي عم نحكي عنه. نعم. ولكن كيف تتغير الأجواء، شو بيصير لما بيدخل الخارج، ما بنقدر نعرف.